السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بألف خير. وقدم لكم في هذا الفيديو أسعار الدولار والعملات ليوم السبت 18 مايو 2024 من قناتي أنا وحياتي. ارتفاع وراء ارتفاع اليوم للسوق السوداء بالنسبة للدولار. أولا أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء فضلا وليس أمرا، أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. الدينار البحريني 122 جنيه 92 قرش، ريال قطري 12 جنيه 72 قرش، ريال عماني 120 جنيه 36 قرش، جنيه استرليني 58 جنيه 71 قرش، دينار كويتي 150 جنيه 94 قرش، درهم إماراتي 12 جنيه 62 قرش، اليورو 50 جنيه 38 قرش، ريال سعودي 12 جنيه 36 قرش. دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء سجل الشراء سجل 49 جنيه 55 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 11 قرش. أسعار صرف الدولار والعملات في البنوك: الجنيه استرليني 59 جنيه 29 قرش، دينار كويتي 147 جنيه 80 قرش، اليورو 50 جنيه 89 قرش، ريال سعودي 12 جنيه 33 قرش. الدولار الأمريكي في البنك النهاردة سجل 46 جنيه 86 قرش. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.